اهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء من امام الملعب العربي الزاولي. جماهير نادي الاهلي تنتظر وصول حافله النادي للحصه التدريبيه. كيف كتشوفوا في الصوره؟ كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام، الان جماهير نادي الاهلي المصري تنتظر حافله النادي امام ملعب العربي الزاولي اللي غيجريو حصه تدريبيه في هذا الاثناء. كيشجعوا كيساندوا النادي ديالهم. كنعرفوا ان المقابله غادي تكون يوم الاثنين ان شاء الله على الساعه 8 بالمركب محمد الخامس. يعني اجواء مثيرة جدا. كيف كتشوفوا مشجعي ومناصري نادي الأهلي المصري الآن؟ كنذكر مشاهدينا الكرام، حنا من امام ملعب العربية الزاولي في انتظار وصول حافلة نادي الاهلي المصري. حضور بعض انصار كيساندو منذ الان قبل وصول الحافلة. بلا وجه، اقسم بالله
لا باقي يعني بعد من الجماهير الأهلية المصرية تطلب بعدم الوجوه. ليش وجوه؟ ليش وجوه؟ اوكي اوكي لا عادي تشوف هاي شوف هاي شوف بلاش وجوه اه بس عادي اوكي ممنوع اوكي بلاش وجوه Oh,